السلام عليكم ورحمة الله. غادي نوجد معكم اليوم واحد شربة ديال البروكولي. كما كتعرفوا غنصبق شوية الزبدة في هكا، ندير شوية زيت العود، زيت الزيتون غير قليل بحال هكا، البصلة نقطعها البصلة متوسطة. أح الله، دائما خصني نضرب صبعي. بفضل الله كنشوف الكاميرا واش كتصور، والمس كان غيجي ليا في الصبع. غندير بصلة قطعت، واحد طريف ديال سكنجبير، هذا هو اللي كنت البنات زيتو معكم واحد المرة في ألدي. كنظن ألدي فاش لقيتو بجوج أورو سبعين، كنظن الطريه لقيتو جوج أورو سبعين ولا زادو فيه بزاف مع الحجر الصحي، ما كانش خضرة. والزيت هذا ديال الفريغو ديال المجمل، الملحة والبزار، صافي نخليها شويه تشحر. صافي نخليها شي شويه تشحر، بعد ما تشحرت شويه البصله دبالت نزلات غادي ندير البروكولي. المهم كميه على حسب راقط، انت غتحكمي في الماء وفي السمك ديالها، تخلي تا هو يتشحر شويه مع هاد الزبده العطريه. البنات راه الخضر ديال المجمد راه ماشي دائما ماشي صحيه، راه شي مره كتكون هي احسن واجود من شي خضره بقات عندك في الثلاجه لاويه ولا قديمه، ولا تجيبيها من السوق قديمه. هنا بعدا راه كيقولوها كيصيفطوا شحال من مره في هكا في الريكلام، وكيقول لك راه من هنا راه من الشجره كتجمد، زعما من النبات ملي كتجنى كتجمد، اما شي مره كتشريها من السوق ولا كتكون ماشي طريه، هنا كتكون مازال محافظه على الجوده ديالها. احسن من المعلبات، المعلبات اللي شويه، اما الخضر ديال المجمد احسن من المعلبات، واكثريه المعلبات ديال الحك ديال الحديد، هذوك الحديد ضارين اكثر، مازال كرتون كيكونوا احسن، كرتون ولا الزاج. اذا كل حاجه غادي داكشي مستويات. غنزيد شويه في البوطه، مذكرش واحد جوج بطاطات ولا ثلاثه، جوج متوسطين وهي وحده صغيره. Thank you.
غنزيد الماء طيب ونخليها تطيب. صافي بهذا الشكل. صافي حسيت بها طابت، انا طفيت عليها. بغيتو تحيدوا شي طريفات هكا صينين صغار تحتفظوا بهم تخليوهم، ما بغيتوش تحنوا كلشي. انا غادي نطحن كلشي، غادي نوقف. بعد ما طحنتها غادي نشعل عليها مازال مره اخرى، وغادي ندير هاد الشبات، شويه ديال الشبات وشويه القمرون اختياري. بغيتو ديروا القمرون، ما بغيتوش ما متواجدش ولا ماشي مشكل. صافي غنشعل عليها حتى شويه القمرون يطيب، هو راه في ساك يطيب. بغيتو ديروا طريفه تاع الدجاج، الكفته، كويره تاع الكفته. بغيتو تخليوها تحتفظوا عليها بحال هكا حتى هي كتجي مزيانه. المهم البروكولي والخضر راهم مزيانين. صافي شي 5 دقائق بحال هكا وغادي نشوف. المهم نتوما تشوفوا القياس، انا باقا صايمين. غتشوفوا القياس ديال الملحه البزار. غادي ندير واحد شويه ديال هاد الجبن اللي فيه الثوم والاعشاب منسمه، كيعطيها مذاق زوين. ما عندكمش غديروا كيري ولا مثلث ولا مربع فيلادلفيا، اي واحد عندكم ديروه. ولا ما كاينش ماشي مشكل حتى هو، هذا غير اختياري. غنزيد مليحه وشويه البزار، غيكون ناقص. هنايا طحنت البزار، الالوان ديال البزار راه كيكون مجهد، طحنته غير البارح. نخلي الفرماج حتى يذوب ويطيب شويه هاد صافي، وغادي نطفي عليها. صافي ها الصفه وجدات، ها نتوما. اللي كيبغيها ثقيله يثقلها، اللي بغاها بحال هاد الشكل صافي كتجي خفيفه. بسم الله. هكا هذا هو الشكل ديالها، كتلقاي شي طريفات القمرون وكتكون صحيه وزوينه. كنقول لكم كبديل للحريره، باش ما ماشي دائما الحريره الحريره، وكاين اللي كيبقى المهم ما كيعرفش باش يبدل. بحال هذا الاقتراح زوين وصحي. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تجربوها. البنات كتشوفوني كنخدم بهاد نعطيكم كفكره. هاد الجبابن هذه لا ما بلاستيك ما بديع ما مجاج، ما دابا ما جانيش غادي نقلب، لا تنقلب واش مكتوبه فيه لتحت. مشات لي السميه ديالهم، ما عقلتش. ها نتوما كما كتشوفوا كيبانوا بحال البديع، ولكن راه ماشي بديع ماشي جاج كما قلت لكم، ماشي بلاستيك. هاد الماده ولاو كيخدموا بها بزاف الناس في هاد الاعوام الاخيره. مزيانين ما كيتهرسوا ما والو، اكثريه طريطورات الممولين للحفلات
يستعملوها بزاف. علاش؟ حيت خفيفه. راه كاينين الطباسيل ديال العرادات ديال قلت لكم ديال الممول الحفلات، كيديروا فيهم الديسير، يديروا فيهم السخون البارد، كيديروا فيهم اي حاجه. راه زوينه هاد الماده وخفيفه على الهزان وما كتهرش. هادو هما المزايا اللي فيها. اذا بغيت نشارك معكم هاد المعلومه حيت كتشوفوا مره مره، كنبغي نشارك معكم. كاينين حتى الابيض، ممولي الحفلات كيستعملوهم اكثريه في الابيض، راه موجودين تبارك الله بجميع الاحجام، الكبار الصغار، مربعين، متوسطين، الاوفال، بيضاويين، زعما اي شكل في جميع. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، طولت عليكم. يلا اكله شهيه طيبه، رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم.